رجل كولومبي عمل حاله أمير سعودي لسنوات طويلة ليحتال على الناس، وبالفعل عاش حياته في الترف والرفاهية. السلام عليكم، أنا سامي مشتاه وبرحب فيكم. قبل أن نبدأ لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أنتوني جينياك البالغ من العمر 47 عام، في كل مراحل عمره كان بنتحل شخصيات أمراء، فمرة كان ينتحل اسم سلطان بن خالد آل سعود وأحيانا عمر آل سعود. هذا الرجل ولد في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بعد الحرب الأهلية في البلاد اضطر للعيش في الشوارع، لكن عائلة أمريكية تبنته لما كان طفل. منذ طفولته كان يدعي الأكاذيب، فمرة يحكي لأقرانه في المدرسة أنه ابن فنان مشهور أو أنه بيمتلك منتجع سياحي فاخر وغيرها من القصص. في عمر 18 سنة صار يعرف عن نفسه على أنه أمير سعودي، وبدأ يستخدم هذا الأسلوب في الاحتيال. كان بوقتها يحتال على شركات الائتمان المصرفي وعلى الفنادق والمحلات وكذلك بعض المستثمرين. هذا الرجل قضى معظم حياته ينتحل شخصيات أمراء سعوديين لينصب ويحتال بالملايين، حتى هو ناسي عدد الناس اللي احتال عليهم لكنهم بالعشرات زي ما حكت المحكمة. كيف كان يقنع الناس أنه هو أمير سعودي؟ كان يقنعهم من خلال أسلوب حياته الفاخرة، مثلاً كان لا يصل إلى مكان إلا عبر طائرة هليكوبتر أو من خلال سيارات فارهة بيستأجرها، وأيضاً كان يضع علامة على باب منزله بتدلل على أنه من الأسرة السعودية المالكة. كان دائماً بيظهر هو بقود سيارات فارهة بلوحات دبلوماسية مزورة اعتاد على شرائها من موقع إيباي، إضافة إلى تزوير وثائق توهم من يخطط للإيقاع بهم أنه رصيده في بنك بإحدى دول الخليج كان 600 مليون دولار. كان يقيم في أفخم الفنادق ليحتال على الضحية، فمثلا كان يقيم في بعض الفنادق الفاخرة واللي سعر الليلة فيها أكثر من 3000 دولار، وكان بتأجر سيارات ليموزين ب 7500 دولار، وطبعا كتير منها بالديون حتى وصلت مجموع ديونه 140 ألف دولار. الرجل كان عايش حياة مش طبيعية، يعني كان يقيم في المنازل الفخمة على الساحلين الأمريكيين الشرقي والغربي، كل هذا حتى ينجح في عمليات الاحتيال والنصب. هذا الرجل قام بإنشاء شركة استثمارية من أجل الاحتيال عام 2015، ومن خلالها كان بقوم بالاتصال بالمستثمرين حتى يقعوا في شراكه وتتاح له الفرصة للاحتيال عليهم. تخيلوا، مستثمر واحد أعطاه مبلغ 5 ملايين دولار ليستثمرها في شركته. طبعا هاي الشركة عبارة عن شركة وهمية. استطاع بالفعل هذا الرجل الاحتيال على المستثمرين بأكثر من 8 ملايين دولار، وادعى أنه أمير من أجل جذب الشركات الداعمة واللي كان يزعم أنها مدعومة من الأسرة المالكة السعودية. ووسط كل ذلك كان يتلقى هدايا وإقامات مجانية ملكية في الفنادق، وادعى أنه سوف يشتري أحد الفنادق في منطقة شاطئ ميامي قبل الكشف عن احتياله بقليل. تخيلوا معي، من البداية حتى كان يستخف بالشرطة. يعني مثلا في عام 1993 تعرض للسرقة لما كان نزيل في فندق 5 نجوم، فتقدم باسم الأمير خالد بشكوى رسمية، اتصلت الشرطة على إثرها بالسفارة السعودية، فأكد المسؤولون فيها عدم وجود أمير بهذا الاسم الكامل اللي ذكروا في الشكوى. كان في كل مرة ينتحل شخصية أمير جديد، وكان يقنع مستثمرين بفرص تجارية مزعومة لم يكن لها وجود أصلا، ويطلب منهم المال لاستثمارها في شركاته، وكانوا المستثمرين يدفعوا له ما يتوقعوا للحظة أنه هذا الرجل نصاب. مظاهر الغناء اللي عليه كانت تخدعهم، سياراته والأماكن اللي بقيم فيها وحياته الفارهة كانت بالتأكيد تخدع المستثمرين. كان هذا الرجل دقيق جدا، فكان ما بيلبس إلا ثياب فخمة، وبرتدي أغلى أنواع الذهب، وبيلبس ساعات من أغلى وأرقى الماركات، وكانت الناس تقدم لهذا الرجل العديد من الهدايا بما في ذلك لوحات ومجوهرات باهظة الثمن. طبعا استمر لسنوات على هذا الحال. في بدايته كان بيتم في بعض الأحيان اعتقاله، وبعدها بيتم الإفراج عنه، لكن بعد ما وصل لمراحل متقدمة في النصب كيف انكشف أمره؟ انكشف أمره بالصدفة، من موقف بسيط جدا، لما اتصل أحد معاونيه بمطور عقارات شهير وأبلغه برغبة الأمير السعودي في استثمار 440 مليون دولار في أحد المنتجعات الضخمة. وبعد عدة لقاءات بين أنتوني وبين رجل الأعمال، لفت نظر رجل الأعمال أنه الأمير السعودي بتناول لحم خنزير، وهو اللي خلاه يشك بالأمر، وطالب حينها الدائرة الأمنية بتدقيق في هويته، وبلحظتها كشف
أمر هذا الرجل. يعني هو نجح بكل شيء، بالآخر يروح يطلب لحم خنزير، يعني غلطة صغيرة تسببت في كشف هويته. وبالفعل تم كشف هوية أنتوني جونياك، وعثرت الشرطة في شقته على عدد كبير من بطاقات التعريف المزورة والأرقام الدبلوماسية المزيفة وبطاقات الائتمان والآلاف من الدولارات ووثائق مالية باسم أحد أفراد العائلة المالكة السعودية. واعترف أخيرا جونياك بعمليات تزوير واحتيال نفذها بانتحال صفة أمراء من العائلة المالكة السعودية، كما كشف للقضاء عن المبالغ المالية التي حصل عليها من ضحاياه والطرق التي استخدمها لإقناعهم. في الختام اكتبوا لنا رأيكم بهذا الرجل وبقدرته على النصب والاحتيال على عشرات المستثمرين. طبعا في الختام لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس، وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء.